بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام كلنا والعالم يشاهد البواخر الكبيرة المتعددة الضخمة في العالم وفي البحار، وهي تحمل آلاف اللاجئين ثم تغرق بهم هذه الباخرة أو تلك ويهلكون جميعا، وليس هناك ولا قارب نجاة واحد. هذا المنظر ليس بعيدا عن منظر البشرية يوم القيامة. الناس يدخلون إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، ويدخلون إلى النار زمرا، كما قال تعالى في آية الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وإلى الجحيم زمرا. ولو رأيتم ذلك الهول لم استطاع العقل البشري أن يدركه في هذه الحياة. إذن لابد من قارب نجاة يوم القيامة. ذلك الهول الذي يفزع فيه الناس، ما هو قارب النجاة؟ القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة المطهرة تحدثنا بأن قارب النجاة يوم القيامة الصدقة. شو يقول هذا الذي يحكم عليه بالنار؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ما قال أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا زكي، أصدق. واحد اللي أخرمه بالنار قال رب ارجعوني لعلي أصدق، وهكذا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: كل عبد في ظل صدقته يوم القيامة. المسلم لا يعني أعظم ظل يظله من النار ومن كل شيء، من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، الصدقة. رب ارجعوني لعلي أصدق، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وما جاء في السنة عن الصدقة بقدر ما هي مفرحة ومبشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا، من بشاراته العظيمة آثار الصدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب. تخيل، ما منا من أحد إلا وقد ارتكب كبيرة في زمانه، فإن تاب منها تاب الله عليه، وإلا فسوف يحاسب عليها بغضب من الله عز وجل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، إذا ما اجتنبت ومت عليها فهي مصيبة كبيرة. ما الذي ينقذك؟ أي قارب نجاة ينقذك يوم القيامة من هذه المطبات العظيمة التي تغرقك في بحار من النار؟ الصدقة. رب ارجعوني لعلي أصدق. الله أكبر. إن الله سبحانه وتعالى يحب الأسخياء، إن الله يحب الأسخياء، والسخاء خلق الله الأعظم. فبادروا إلى أن تحجزوا لكم مكانا في الجنة بلا حساب ولا قوارب أن تقلك إلى النار. تصدق. أبو النار يقول: رب ارجعوني لعلي أصدق، ربي لولا أخرتني بالموت، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لعلي أصدق، وهكذا. إذن الأحاديث الواردة في الصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا الله، يا لكرم الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، تأمل، فكيف بشق تمرة؟ أنت قد تتقي النار بشق تمرة. هذه التمرة بينك، عندك تمرة واحدة، ويجاك سائل أو يمك قريب أو ابنك أو أخوك أو جارك وما عنده أيضا، فقسمت التمرة بينكما نصفين، ثق هذه الشق من التمرة ستنقذك من النار ما دمت موحدا وتؤدي الصلاة. أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة، وقبلها أنك أنت توحد الله عز وجل. هكذا هو دور الصدقات يوم القيامة. من أجل هذا على كل مسلم أن يعلم أن نجاته يوم القيامة في الصدقات. ولا حديث في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه، يقول: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا. هكذا هكذا. إذن في هذا الشهر المبارك الذي نحن فيه،
عليك أن ترفض صيامك. هذا الصوم الذي هو من النجاة، الصوم جنة، فأرفض هذا وقوه يوم القيامة بما تتقدم فيه بالصدقات. والناس كما ترى في العالم بحاجة، في الدول العربية والإسلامية في محن، ما أحلى أن تقتسم إفطارك بينك وبين جارك، أو أن تدعو إلى إفطارك بعض الذين لا إفطار لهم. من أجل هذا علينا أن نعلم أن السخاء خلق الله الأعظم، وأن السخي حبيب الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب السخي. يقول تجاوز، وهو يقول لنا تجاوزوا عن ذنب السخي، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يستره له في الدنيا ويغفره له في الآخرة. هكذا هو الأمر. من أجل هذا نقول نحن في هذا الشهر المبارك، شهر العطاء وشهر الزكاة، وشهر أن تدعو أحدا إلى مائدة إفطارك، ومن فطر صائما فله أجر صائم. فالخير في هذا الشهر كما تعلمون يفتح لك أبواب الجنة كلها، وييسر لك الطرق المؤدية إلى تلك الجنة كلها. هكذا هي الصدقة. والصدقة إذن كما تقرؤون في كتاب الله وسنة رسوله من بواكير الحسنات يوم القيامة، ومن الحسنات التي تطفئ غضب الرب وتكفر الخطايا وتذهب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب البخيل، السخي حبيب الله. وحينئذ إذا كان السخي في عموم الأيام حبيب الله، فما بالك به في رمضان، وما بالك به وأنت في زمان كله محن، شاع الجوع وشاع الأسر وشاع القتل، وكما تسمعون وترون وتشاهدون في التلفازات. فما أحلى أن تدخل على بيت من بيوت جيرانك أو أقاربك أو مدينتك أو قريتك، وأنت تحمل بيدك شيئا يفطرون به، أو تعينهم على حياتهم، أو ما شاكل هذا. المهم أن تتصدق بأي شيء تستطيع أن تتصدق به، ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا لكرم الله عز وجل، كم هي الصدقة عظيمة، بحيث أن شق التمرة يقيك النار وقد وجبت لك. ولماذا قال اتقوا النار؟ لأنك أصبحت من أهلها، عندك كبائر. قال اتق النار بشق التمرة. هذا يا الله، هذا من واحد من مظاهر كرم الله عز وجل وحلمه وحبه للمؤمنين به. هكذا هي الصدقة. فإياك أن تبخل بها على جار أو أهل أو أقارب بعيدين أو قريبين. عليك أن تزكي هذا الشهر بالسخاء، وهذا هو شهر السخاء، وشهر الذكر، وشهر القيام، وشهر التراويح، وإلى آخره. فكحل عينيه بالصدقة، رب ارجعوني لعلي أصدق. هو في النار ويعلم أنه لو أعيد إلى الحياة وتصدق فإن الله سوف يقيه هذه النار المصيبة السوداء كما يقولون. هكذا هي الصدقة. وهذا من كرم الله على هذه الأمة وعلى كل عباده المؤمنين به، أن الله سبحانه وتعالى يقيك النار بشق تمرة، أي بمبدأ الصدقة، أي بمبدأ الكرم والسخاء، بمبدأ أن تتفقد جارك، وخاصة أرحامك، عليك بالأرحام والأقارب. أعظم الصدقات على ذي الرحم الكاشح، عندك عم وخال وابن عم وابن خال، لكن ما يحبونك، يكرهونك، يحشون عليك ومقاطعينك. أعظم أنواع الصدقة وأحبها إلى الله عز وجل وأكثرها تأثيرا وفعالية في دخولك الجنة، أن تتصدق على ذي الرحم الكاشح. وكل الناس قد يكون هناك خلاف أو كراهية أو شيء من عدم التآلف بين أقاربك، أعمامك، أخوالك. عليك أن تبدأ بهؤلاء. أعظم أنواع الصدقات على ذي الرحم الكاشح، أعمام، أخوال، إخوان، خوات. يعني طبعا دائما يصير خلافات، وأنتم تعرفون أول جريمة في الأرض جريمة أقارب، قابيل وهابيل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول، ما معناه، من دخل النار فلا يلومن إلا نفسه. كل هذه الميسرات والمسهلات وهذه الأبواب الجميلة السخية الناصعة، وهي في مقدور كل إنسان، كل إنسان يستطيع أن يتصدق بشق تمرة، فما بالك بتمرة أو بأقل أو بأكثر. من أجل هذا نسأله تعالى أن يسخي أيدينا في هذا الشهر،
وأن ندخل الجنة بالسخاء، وأن نطعم من لا طعام له، وأن نفتقد جارنا ونتفقده وأقاربنا بشيء من إفطارنا، وحينئذ يكون لرمضان نكهة ونفحة عند الله متميزة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.